أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لديها خبرات جيدة في مجال المشروعات المختلفة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر خلال الثمانية سنوات الماضية كانت لها خطة استراتيجية كبيرة جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كافة المجالات. لدينا خبرات جيدة في مجال يعني المشروعات المختلفة في كل المجالات، لأن مصر خلال السبع سنوات أو ثمان سنوات اللي مضت كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كافة المجالات، سواء كان في الطاقة أو في النقل والمواصلات أو في التعليم، في الصحة، كل ما هو يخص الدولة بمفهومها الواسع احنا اشتغلنا فيه على مدى، وفي زي ما قلت 5000 شركه بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع ان تقدم هذه الخبرات اذا كان ده مناسب لدوله موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربه في المجالات المختلفه. زي ما قلت كل الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها سواء كانت موضوعات خاصه، مصر تقوم الان ببناء شركه طولين العرب، سد جوليس نيري في تنزانيا، وده سد ضخم جدا، وده لدينا الخبرات لعمل اي شيء ممكن يكون فيه فائده تعود بالنفع على دوله موزمبيق.